قرأ القرآن محمد نور تستمعون له يتلو آيات من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله فيك. الكلمة للشيخ أحمد. ما شاء الله يا شيخ نور، صوتك كالماء البارد في اليوم الحار. ما شاء الله ما شاء الله. شد على التجويد قليلا يا شيخ نور بإذن الله حتى تسعدنا وتطربنا. أحسنت، بارك الله فيك. جزاك الله خير.